يتخوف مرجع روحي أن لا تسفر المصالحة الإيرانية السعودية عن حل للرئاسة قبل القمة العربية، ما يعني أن الحل سيرحل إلى أجل غير مسمى. يتوقع دبلوماسي بارز أن يبقى ملف الرئاسة في لبنان مجمداً كي تستخدمه إيران كورقة مساومة في ملفها النووي. تتحضر بعض المؤسسات التجارية لمرحلة ما بعد عيد الفطر وإمكان حصول خضات مالية تترافق مع تطورات على خط التحقيقات مع حاكم المركزي وأصحاب المصارف.